وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. نساء بهن نقتدي. رملة بنت أبي سفيان. ما كان يخطر ببال أبي سفيان بن حرب أن في وسع أحد من قريش أن يخرج على سلطانه أو يخالفه في أمر ذي بال، فهو سيد مكة المطاع وزعيمها الذي تدين له بالولاء، لكن ابنته رملة المكنات بأم حبيبة قد بددت هذا الزعم، وذلك حين كفرت بآلهة أبيها وآمنت هي وزوجها عبيد الله بن جحش بالله وحده لا شريك له، وصدقت برسالة نبيه محمد بن عبد الله. وقد حاول أبو سفيان بكل ما أوتي من سطوة وبأس أن يرد ابنته وزوجها إلى دينه ودين آبائه، فلم يفلح، لأن الإيمان الذي رسخ في قلب رملة كان أعمق من أن تقتلعه أعاصير أبي سفيان، وأثبت من أن يزعزعه غضبه.